المدينة العتيقة بتونس تتزين بأضواء احتفالية. هذه المدينة التي يعود تاريخها إلى عام 698 للميلاد تقع على ربوة تطل على البحر المتوسط وتمتد لنحو 3 كيلومترات. تحولت إحدى بوابات المدينة لشاشة عرض ضخمة تظهر معالمها، إلى جانب مواقع تظهر عراقة المعالم التاريخية والأثرية داخل المدينة العتيقة. على هذه الشاشات تظهر فيديوهات وصور لمعالم بارزة مثل جامع الزيتونة وقصور البيات والمراكز الثقافية والمساجد الأثرية. وفي ساحات النصر احتشد رجال ونساء وأطفال لمشاهدة عروض فنية من رقصات شعبية وموسيقى فولكلورية، إلى جانب عروض فنية أخرى تستمر نحو أسبوعين. التنشيط هذا كان ببادرة من وزارة السياحة، كلفت بها برنامج تونس وجهتنا، اللي هو برنامج يساعد تونس على التنشيط والقيام بالتراث نتاعنا وبالتقاليد الموجودة في تونس. وتمتد الفعاليات إلى سوق الصناعات التقليدية والمقاهي العتيقة التي تفوح بعبق الماضي، إذ تعج المدينة العتيقة بحوالي 40 سوقاً تشمل مختلف الأنشطة التجارية.